نيابة عن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، افتتح سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري فعاليات معرض 8-in-1 الذي تنظمه شركة فيرست تارجت لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية من مختلف التخصصات. سلسلة متنوعة من المعارض تقام للسنة الخامسة على التوالي تضم مختلف التخصصات التي تشبع شغف المستهلكين، خصوصا وأنها تقدم أفكارا جديدة بأسعار تنافسية. الحقيقة اليوم أنا تشرفت بافتتاح معرض 8-in-1 تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبد الله، وهذا المعرض يعكس ما وصلت له الشركات البحرينية من تنظيم معارض ومشاركة في هذه المعارض من شركات وطنية تنتج كثير من الأمور اللي تخص المواطنين من منازل ومن عقارات ومن أدوات منزلية. المعارض المتخصصة راح تعكس في الاقتصاد وراح تعكس المشاركة حق المواطن البحريني إنه ممكن هو يستفيد من المعروض. معرض 8-in-1 اللي تنظمه شركة فيرست تارجت يعني للسنة الخامسة على التوالي ينجح هذه المرة أيضا على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن ينجح في أنه يحقق الإنجاز بلم أكثر عدد من المؤسسات المتنوعة من أزياء، من فاشن، من الصحة والجمال، من مواد بناء، من أمور كثيرة متعددة تحت مظلة واحدة، تحت سقف واحد. وأعتقد أيضا أن احنا حاولنا قدر المستطاع أن أيضا يضم مؤسسات من الخارج. هذا المعرض السنوي يلعب دورا كبيرا في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في مملكة البحرين، خصوصا وأن مملكة البحرين من البلدان الرائدة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات. نحن صرنا مشاركين تقريبا اكثر من 5 مرات بمعرض الفيرست تارجت اللي هو 8-in-1 ولا فيرست تارجت الفاشن تايم. المعرض كثير مهم بالنسبه لنا وبالنسبه للاشخاص الموجودين بالبحرين. اول شيء دعم الاقتصاد البحريني، ثاني شغله في عندك كثير قصص واحد بيقدر يستفيد منها اذا بيجي لعنا بديسكاونت. هاي السنه الثالثه لنا نحن بنشارك بمعرض الرشاقه والجمال. المميز عندنا هاي السنه انه عندنا اكثر من حدا كان من السليبرتيز مسويين عمليات. من خلال هذا المعرض نزلنا منتج جديد اللي هو الأصباغ الحجرية، هاي لأول مرة حصريا في البحرين نستخدمها يعني حق البيوت الخارجية، الصباغ الخارجية تستحمل أجواءنا في البحرين وفيها عليها ضمان 10 سنوات من المصنع. 4 أيام من التسوق الحر والتعرف على أحدث المنتجات التي دخلت إلى الأسواق البحرينية مع بداية العام الجديد وسط إقبال واسع من المشاركين في هذا الموسم. 8 معارض انطلقت اليوم تحت سقف واحد تضم أقسام متنوعة وابتكارات جديدة تدخل أسواق البحرين للمرة الأولى من خلال هذا المعرض السنوي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.